الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معالي المهندس علي القحطاني، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، نرحب بكم في ورشة عمل تطوير مستوى نظافة جدة، والتي بحول الله ستكون انطلاقة واعدة لفكر جديد يطمح كل حريص في مدينتنا الغالية على أن يشارك فيه. معالي الأمين، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، قال الله تعالى في محكم تنزيله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خير بداية آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الأخ رائد الجهني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. كلمة الافتتاح لمعالي أمين محافظة جدة يلقيها نيابة عنه سعادة وكيل الأمين للخدمات المهندس علي القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم أمانة جدة، بل باسم جدة كمدينة وكمحافظة، أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك والذي يهم كل غيور تهمه مدينته ووطنه، وأشكركم على هذا التجاوب لإكمال منظومة العمل المهني في رفع مستوى النظافة في محافظة جدة. إن من أولويات أمانة جدة والتي تسعى جاهدة لتقديمها هي خدمة المواطنين، ومن أهم هذه الخدمات النظافة، والتي تحاول أن تزاولها بمهنية وتطورها باستمرار، وينعكس ذلك في ميثاق الأمانة وجعلتها أمام ناظريها ليضبط أداءها ويساهم في الانتقال بمحافظة جدة إلى العالم الأول بعون الله ومشيئته. وإن خير من يعرف حاجات المدينة وحاجات المواطنين هم المواطنين أنفسهم، وليس أفضل من أن نشرك القطاع الخاص معنا في هذه الخدمات ليتسنى له تقديم خدمات لعملائه بطريقته التي ترضيهم ويحقق أهدافهم الاقتصادية والمجتمعية.
أكرر شكري وتقديري للجميع، وأدعو الله أن يوفقنا وإياكم في تحقيق هذا الهدف، وهذا يعني عمل جماعي، عمل مشترك، نتمنى أن مننا جميعا أن نساهم فيه، وكل يدلو بدلوه لنصل إلى التوجهات التي نطمح إليها جميعا. جدة في حاجة لنا جميعا، لا فرق بيننا كمسؤولين أو كمواطنين، نحن أولا وأخيرا كمواطنين، وأنتم كمرآة لنا في تقييم أعمالنا لنتمكن من تصحيحها، فليس الكامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.